نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد يوجه بدعم جهود الإنقاذ في الفجيرة بسبب الأمطار، ويدعو إلى تشكيل لجنة عاجلة للعمل على حصر أضرار السيول والأمطار في الإمارات. الشيخ محمد بن راشد يقول دوام الموظفين غير الضروريين في مناطق الأمطار غير مطلوب ليومي الخميس والجمعة، ويوجه بنقل كل الأسر المتضررة من الأمطار لمواقع إيواء مؤقتة مع وفنادق قريبة. مشاهدينا، نشاهد هذه الصور التي وصلت قبل قليل للأمطار الغزيرة في منطقة الفجيرة، والتي تسببت في سيول كثيفة في تضرر عدد من المنازل ومن الطرقات. إذن سيول كثيفة في الفجيرة وفي منطقة رأس الخيمة في الإمارات. الحكومة الإماراتية تقول بأن دوام الموظفين غير الضروريين في مناطق الأمطار غير مطلوب غدا الخميس والجمعة، وأيضا إذا كان هذا التوجيه الذي يعني أعاز به الشيخ محمد بن راشد بعد هذه السيول. نشاهد مشاهدينا كيف أن السيول اجتاحت الطرقات، السيارات عالقة، وهناك تضرر لعدد كبير من المنازل، وهناك عدد من المواطنين العالقين. طبعا توجه الشيخ محمد بن راشد يعني تأمين كل الدعم المطلوب وبتشكيل لجنة لتأمين الدعم اللوجستي للعوائل التي حوصرت بسبب هذه الأمطار. إذا نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد تحدث قبل قليل بأنه توجه بنقل كل الأسر المتضررة من الأمطار لمواقع إيواء مؤقتة وفنادق قريبة، وأيضا دعا التزام المواطنين الذين يعني ليس بالضرورة أن يذهبوا إلى أعمالهم نهار الخميس والجمعة، ودعا إذن لتشكيل لجنة عاجلة للعمل على حصر أضرار السيول والأمطار في الإمارات العربية المتحدة. إذن هذه الأمطار التي بدأت منذ يومين تقريبا بالإمارات بمناطق مختلفة، اليوم أدت إلى سيول كثيفة في منطقتي الفجيرة ورأس الخيمة في الإمارات، كما نشاهد بهذه الصور.